أخبار الائتلاف الوطني السوري بعجالة، أهلا بكم. أدان رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة بشدة جرائم القصف المتواصلة من قبل قوات النظام للمواقع المدنية والحيوية في المناطق المحررة شمال سوريا، والتي أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا منذ بداية العام الحالي، وآخرها كان الطفل محمد طه حميكو الذي استشهد الأحد في قرية دارة عزة بريف حلب باستهداف السيارة التي كانت تقله برفقة أخيه من المدرسة إلى منزلهما بصاروخ موجه من قبل قوات النظام. التقى نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الحكيم بشار ممثلية المجلس الوطني الكردي في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وقدم عرضا موجزا عن آخر التطورات، وتطرق إلى الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجاميع مسلحة تابعة لميليشيات بوادي، حيث أحرقت تلك الميليشيات خلال الأسبوع الفائت عدة مكاتب للمجلس الوطني الكردي ومكاتب أحسابها في مدينة المالكية، وعبر عن إدانته الشديدة لذلك. وأكد بشار على أن العلاقات الاستراتيجية بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هي أمر مهم، وشدد على ضرورة بناء جسور الثقة بين الكرد وباقي المكونات. أكد وفد من الاتحاد الأوروبي خلال لقاء جمعه مع رئيس الائتلاف هادي البحر أنه لا تغيير في سياسات الاتحاد فيما يخص سوريا، معتبرا أن تحقيق تقدم ذي قيمة وغير قابل للرجوع في العملية السياسية وفق القرار 2254 هو الطريق الوحيد لرفع العقوبات وللمشاركة في إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، لافتا أنه لن يكون هناك تناقص هذا العام في قيمة الدعم الإنساني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب السوري. ومن جانبه أكد الائتلاف الوطني على ضرورة إيجاد سبل لتوجيه الدعم الإنساني بما يعزز القدرات الإنتاجية للمجتمعات المحلية عوضا عن الاعتماد على السلال الغذائية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.